الشكر علينا ما دعا لله دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أيها الله عليك يا حبيبي يا رسول الله يا أبا القاسم، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد خير خلق الله، وعلى آله الذين أودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. أيها الإخوة الأعزاء المؤمنون، موضوع ما أنت ماشي أقول لنا شيء أو حرت شور كذا ما هني ما ديار سنة شيخنا وعودي جري ما أنت درسي أنا صار ديارين هلأ يقدر يجستو وابن هلأ يقدر يجستو ربان هلأ يقدر يجستو مركب يري جوا هواي هدان قرية صار قرنا وحاب أضيع يري وحون ددلو مسكحني ده هور هذي ما لقى هلالان استيا إن بلينا وحك صوت تابتو. إخوة الأعزاء، وحان بدر ما شاء الله هو يوم تاريخي بالنسبة للمؤمنين، ومال تاريخ ومال عبر بدن لقى قادنا أيو أحكام بدنه إلهي قتردي سكامل لماذا ستصير إذا نبي عليه الصلاة والسلام بشهر رمضان كو سيديد مالها سمرايسا تقريبا وحو دمعي غافلة قريش تيدا أو هقامنا يوني ليرا أبو سفيان من حربي نمر رجاله ووينو قريشنا أي لوضان وفيها أموال قريش مالك قريش دو حوق لنا أو كجر لباتن إيشان كن دينار أي سيدينا ليرو رسول مالا، فرجعوا ب25,000 دينار ربحا، فكذلك وعلي وحي لصول لابتين لباتن إيشان كن أو دينارو ربحا، يعني دينار فولي كنتون كن وواقع جرت أموال هي رجع وحوق بناي واقع وحاله سفر سجرة أورت قافلة ليرا قافلة قريش ومال كاسدة أيو نبي مغلى صلوات الله وسلامه عليه إنه قدبين مركز وحوق دمعي إن مؤمنين تكو غنيمة أمواش قريش مركا واسو دوادي سفر تيسا ديريد أو كسوك أي مدينة إلى عيل كبدر حوغا سفر هو مال بمركو سفر فرطي وحباساس هو بدل إنام كسيه حكنا مربو مركا يمدين عيل كبدر ماشا كودا دو نبقو وحودر صلوات الله وسلام عليه لبنن أو لكالير عدي بن زغباء بوسبوس ابن عدي إيو لبن موسى عصاهو دري أو زق بوسبوس ابن عدي يزقبان اللي يرها له دري أو دري صلاة الله السلام عليه لبدن وحيد تجان عالك بدر تذكر مركى سفرت تهاي أو دجال كلاه صعدو أو سهل لي هاي نمن سعبولي الله ما ديري جري نمن أور دانا الله ديري جري وحيد دجال لمن لبدن لبرتي وطن وادان سدين الكي بيكا شوبين
oda waayeel oo carbeedo sheekh ahaa fadhiya ceelka waayeel sheekh adigu waxay yidhahaan qofka waayeelka sheekh min mashaayikh alcarab shay carbeedaa fadhiya meel dhagax ahow iska fadhiyaa ceelkaas uu fiirinaya laba gabdhoodna waa joogaan tulzimu ixdaahuma alukhraa dirhaman laha labada gabdhood waxay leedahay mid dirham aan kugu lahaay shilin aan kugu lahaay shilinkayga isii midi kalena waxay leedahay alciiru qadan aw bacda qardin safartiyaa biri soo maraysa ama biri dambo maalinka safartu soo martaan kugu kaaga shaqaynayaa dadkaasaan u shaqaynaa raashin u karkarisee wax u qabqabatee wax la haysee maalinkaasaan shaqaynayaa dirhamkaagina safarta markay yimaadaan yaan kaaga shaqaynaa kuunaan gudaya labada ishaysaystaan duqi marka uu dhegaysta wuxuu yidhi run bay sheegaysaa safarti waa biri ama waa biri dambe ka leexo ha iska sug labadii safar oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo sariyo ayaa baxeen nabigay u noqdeen bifarajacuu farajaca bihaadihi alkalimati ilaa rasuuli illaah waxay dheheen rasuulka allow waxaan soo maqalnay labadaas gabdhood oo dhahaysa safartu waa biri haddii kale waa biri macnaha waxaa imaanaysa markaa muuminiinta raqbadoodii ahayday safarta in lagu qaniimaysto bishaaro ku saabsan oo ah in safarti biri nagu soo aadan tahay laakiin ninka abuu sufyaan la yidhaaho nin taatikooyin badan caqlina badan xaalad dagaaleedkana ku cajaa'ib badan uu ahaa safartiyoon soo dhoweyn oo ceelka soo ordo keligiisoo soo hormaray xal oo dhan soo dheelmaday ceelkiiyou yimid duqiyo u yeero ma waxa uu hal ra'ayta shay-an yuriibuka yaa sheekh wax kaa shaki gelinaaya ood ka shakiso amaad aragta markaasuu faqaala wuxuu ihi laa ilaa ana rajulayni laakiin laba nin aan akhaa baciirayhimaa fastaqayaa farajaca markaasuu wuxuu ihi laba ninaa timiday ratigooday tugsadeen biyay waraabsadeen waanay iska naqdeen wax aan shakinaaya maba arago wuri markaasuu wuri munaaqooda meeshay awrta ku tugsadeen itusi xaggay fadhiyeen markaasuu talligaas bacaadkaa ma arkaysa ee awrta ku tujiyeen talligiiyou tegiy marka uu tegiy digadii awrta u fiirshay fafatta albacara digadii uu farta iyo suulka ku burburiyey fawajada fiiha nawaatan laf timireedaa ku dhex jirta awrta awrtu timirey cuntay digada awrta waxaa ku jirta laf timireedyo markaa fawajada fiiha markaasuu wuxuu yihi maa haadihi tamar maa haadihi ilaa calaa'ifu yathriba wallaahi maa haadihi ilaa cuyuunu muxammed awrtaanu timirtay cunta timir maka maahan uu timir madiine waaya timirhay kala yaqaanaan lafaha lafihiyow kala kasaa lafta ku jirta duburkaan xaarka ka yimida laftimireed maka ka timid maaha laftimireed madiine ka timid waay wallaahi wax kale ma ahan maahdi ilaa cuyuunu muxammed waa ilaaladii nebi muxammed buu yidhi farajaca waa naqday falaraba wajha alciiri fasaaxala fi lbaxri waddadii dhammeedoo lagu safraayow awrtii ka dhafoor dhibay gadaalow u rogay badda qaranqaradeed uu marsiistay waana gadoomay markuu digadii arkayna nin la yidhaaho lam lam ibnu cadiyin uu diray lam lam nin la yidhaaho u diray oo aad u boostaalo orod badan waagii hore boostaalaa la dirsan jiray waxaana laga dhigi jiray nin dheereeyo oo aan 24 saac dhul dheer ku goynaya lam lam uu yidhi ka gaar quraysh maalkeeda waa loo soo dhigtay muxammed ilaaladiisii badaray joogaan una malaymaay inaan ka fakanaayo safarta iyo xoolaha ka soo gaaraan uu dhahay lamlamna waa qeeladhaam uu qaatay wuxuu aaday quraysha uu qeeldhaam tegey maka isku shubaya asaguna asagoo quraysh ku soo qaylinaaya saxaabadii iyo nebiguna waxay ku jiraan calaa intidaarin